بارومتر ديال الابتكار الاجتماعي او مقياس الابتكار الاجتماعي. هذا واحد المشروع اللي فكرنا فيه في لا فونداسيون من السنه الماضيه، وتوجهنا للشريك ديالنا الاكاديمي الاش او ام ريسيرش سنتر باش نخدموا على هذا المؤشر وعلى هذا المقياس ديال الابتكار الاجتماعي. اليوم نقدروا نقولوا بكل فخر بانه عندنا دراسه مغربيه حقيقيه اللي كتعطينا ارقام ومعطيات دقيقه على الواقع ديال الابتكار الاجتماعي في التيران. لاننا مشينا سولنا الناس في التيران من لي ريجيون، خص 6 ديال الجهات تسولنا الناس فيها على شنو هما التصورات ديالهم، التجليات ديال الابتكار الاجتماعي، كيفاش كيشوفوا هذا الفينومين هذا، شنو هما المعيقات، شنو هما المسرعات، وخرجنا بدي ريكومونداسيون مقترحات للتسريع من لادوبسيون والاستعمال ديال الابتكار الاجتماعي كطريقه اشتغال كمنهجيه ديال العمل من طرف الناس وليزاكتور اللي كيخدموا على الديفلوبمون سوسيال والتنميه الاجتماعيه في البلاد. في الوي اكستشينج المنظم من طرف مؤسسة عبد القادر بن صالح، هذا ليفينمون المراد منه هو انهم يتجمعوا جميع الفاعلين سواء في القطاع الخاص، القطاع العام او المجتمع المدني للحديث على الابتكار الاجتماعي والايجابيات اللي كيقدر تكون على المجتمع. كنأكدوا ايضا ان عن طريق هاد لي زيفينمون اللي كتنظمهم مؤسسة عبد القادر بن صالح ان ما يمكنش نزيدوا بوحدنا، ولا بد خاصنا اليد في اليد باش كاملين يقدر يكون عندنا واحد الاثر ايجابي في 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 المشاريع اللي كنحاولوا نقدموها، وكلنا كنكملوا بعضياتنا الى بغينا نديروا واحد المشاريع اللي هي ناجحه. ايضا احنا كمؤسسه امان فاحنا من الداعمين للجوائز المغربيه للابتكار الاجتماعي، اوني سبونسور في المجال البيئي، وهذا الشيء كيبين على سواء مؤسسه امان او مؤسسه عبد القادر بن صالح كشريك او باقي لي سبونسور اننا مهتمين باننا نعطيو واحد القيمه مضافه لهذ الشباب اللي كيبتكروا، وهي فرصه ايضا عن طريق لي ميديا بحالكم باش يخرجوا للوجود ويعرفوهم الناس.